ينضم معنا من اسطنبول السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بك. بداية، كيف تقرأ الاتهامات الموجهة لعبد المهدي حاليا ببناء دولة عميقة جديدة في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. الاتهامات المتبادلة بين أطراف العملية السياسية الاحتلالية ليست أمرا جديدا، هذا أمر نشهده منذ 16 عاما منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق. نجد هذه الاتهامات يتبادلون أقطاب العملية السياسية، يتبادلون الصراع والخصومات على المكاسب وعلى المصالح الحزبية والشخصية، ولا علاقة لخصوماتهم أو الاتهامات التي يتقاذفونها فيما بينهم لا علاقة لها بالعراق وبشعبه ومصالحه العليا وأمنه الوطني واستقراره. الدولة العميقة التي يتحدثون عنها هي الميليشيات التي ينتمون إليها، ولا توجد دولة عميقة سوى هذه الميليشيات الإرهابية التي تتحكم بالعراق. البعض يقول أن عبد المهدي يعني بدأ بالانقلاب على شركاء الأمس الذين أوصلوه إلى كرسي الرئاسة، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ هذه اتهامات كما قلت لك يتبادلونها عندما تتضرر مصالحهم، ولا يوجد نصيب للوطن فيها ولا للمواطن، وبالتالي العصابات فيما بينها تتصارع عندما تصل إلى مرحلة النفوذ المطلق أو شبه المطلق وتنافسها عصابات أخرى. هذا هو بالضبط الذي يحدث في العراق الآن، عصابات تتصارع فيما بينها على المكاسب وعلى النفوذ وإرضاء لجارة السوء إيران. يعني إلى أي مدى ينطبق يعني مقولة الدولة العميقة مع دولة توزع فيها المناصب على أساس الانتماءات؟ الميليشيات الإرهابية كما قلت لك هي الدولة العميقة في العراق، وهناك دائما من يضبط هذه الميليشيات وحركتها وأدائها، وهو المحتل الأمريكي أو المحتل الإيراني. الدولة العميقة التي توجد في دول أخرى لا توجد في العراق بالضبط، ولكن الكل يتقاسم النفوذ، الكل يتقاسم المصالح والمكاسب والمغانم على حساب الشعب العراقي ومصالحه واستقرار الوطن وأمنه ومصالحه العليا. وبالتالي هذه الميليشيات هي من يتقاسم نفوذ الدولة العميقة. طيب، ولكن لماذا يعني هناك بعض من شركاء العملية السياسية من يصف نفسه بالمعارضة أو أنه تحول إلى المعارضة؟ من وجهة نظرك إلى أي مدى ترى أن هذه الأمور تسير فعلا بالشكل الذي هم يصورونه؟ هذه أكاذيب ولاعيب لا تنطلي على المواطن العراقي. على سبيل المثال، هل يمكن أن نتصور في يوم من الأيام أن يكون عمار الحكيم أو مقتدى الصدر أو أي من شركاء العملية السياسية الذين غنموا منها طيلة السنوات 16 الماضية، هل يمكن أن نتخيل أن يكونوا في يوم ما في صف المعارضة؟ هذه لاعيب يتقاسمون فيما بينهم الأدوار، وليس هناك معارضة حقيقية في العراق من بين أقطاب العملية السياسية. طيب، المعارضة الحقيقية في العراق هي رافضة والمناهضة للعملية السياسية وللاحتلال ومشاريعه في العراق. أستاذ مصطفى كامل، يعني هناك كشف جديد للنائبة ماجدة التميمي، كشفت عن ملفات فساد كبيرة بشأن عقارات الدولة استلمها عبد المهدي، وكذلك ملفات أخرى يعني ثبتت عليه. من وجهة نظرك لماذا أثيرت هذه القضايا الآن؟ عبد المهدي كما سواه متهمون بالفعل بممارسة الفساد وممارسة الرشاوة والسرقات من مال الشعب العراقي، وبالتالي فهؤلاء لا يمكن أن يفتحوا ملف فساد حقيقي أو يعلنوا حربا على الفساد وهم شركاء ضالعين فيها حتى أنوفهم أو حتى يعني أعلى قمة رأسهم رؤوسهم. وبالتالي هؤلاء كل الادعاءات التي يدعون بمحاربة الفساد ليست حقيقية. سمعنا كثيرا
من نور المالكي مثل هذه الادعاءات، وهو الفاسد والمجرم الأول الذي سرق أموال العراقيين واستباح دماءهم وكل حرماتهم. سمعنا هذا طيلة السنوات الأربعة التي تحكم فيها حيدر العبادي بشؤون العراق، ولطالما سمعنا منه أنه سيضرب بيد من حديد وانتهت المهلة ولم يضرب حتى بيد من ورق. الآن جاء عهد عبد المهدي، هؤلاء كلهم يتبادلون الأدوار ويضحكون، يعني يتصورون أنهم بارعون في الضحك على ذقون العراقيين أو إيهام الآخرين بأنهم سيحاربون الفساد. هؤلاء وهذه الأخبار التي لا يروج لها إلا من هو مستفيد من العملية السياسية ومن مشروعها الاحتلالي. نحن نفهم جيدا أن هؤلاء كلهم ضالعون في جرائم الفساد والإرهاب والقتل والطائفية، وبالتالي فلا يمكن أن يحاربوها على الإطلاق. الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، شكرا لك.